اسبانيا والبرتغال. ان شاء الله البرتغال، لان يعني انا الوحده اللي اشجع البرتغال. انا اشجع البرازيل وبرشلونه والزوراء. البرازيل. انا اشجع الارجنتين. هي مجتمعنا يحسبوها بس الرجال، بس هي لا ترجع لها او تفكير تفكر شويه تشوفها لا شيء عادي للنساء والرجال. ما عرفت يعني اي سبب انه نبض هاي الفكره، بس يعني ان شاء الله انه يتقبلوها شويه شويه. من 2011 اني العب كره قدم، وتعجبني بكره القدم خصوصا انه هي حلمي من الطفوله يعني، فلا احققها. ما انا صغيره العب كره القدم، بس بديت اسجل بنادي صار لي سنه تقريبا 5 اشهر. اتمنى انه تصير اكاديميات اكثر بالعراق، تبدي الشغله هي لازم تبدي من الصغار بالسن، بعدين يعني تتطور.